تعالى نخش على ملف اخر، لان احنا كعادتنا احنا لا نلتفت للي فات، دايما نبص لقدامنا، واحنا عندنا تدريبات وعندنا مباريات مهمه جدا، والاهلي كان اختتم كمان تدريباته بالامس عشان نستعد بقى لمباراه اسوان ببطوله طبعا الدوري. وانا عايز اقول لحضراتكم برضو هتبقى مباراه صعبه جدا، هتبقى تقريبا 3 الا ربع حاجه كده، تقريبا 3 الا ربع تحديدا العصر. ميعاد البعض قال لك ان هو صعب، ميعاد قال لك يعني النادي الاهلي مش متعود يلعب في التوقيت ده، بس على كل حال احنا مش هنتكلم بقى في التفاصيل الفرعيه دي، لكن احنا كان عندنا مران ختامي كان باستاد اسوان، عقدوا كولر وعقد محاضره مع اللاعبين بعديه علشان يتحدث عن كافه الامور الفنيه والخططيه، وكان ادى كمان لاعبي الاهلي التدريبات بتاعتهم، وطمنا على محمد الشناوي برضو والحراس بتوعنا علي لطفي وحمزه علاء وغيرهم، كان برضو في تدريبات تحت اشراف ميشيل يانكون. فكل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي، ونتمنى لا يؤثر باي شكل من الاشكال الاحداث الاخيره سواء فنيا طبعا او معنويا. اكيد.